نشرت الفنانة المصرية ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي صورة جديدة لابنهم رمزي عبر إنستغرام، واللافت بالصورة أنه ريهام تعمدت أنه تكون الصورة مظلمة لإخفاء وجه طفلة، وكانت ريهام وجهت رسالة لعدد من المتابعين والصحفيين اللي طلبوها بالكشف عن صورة واضحة لطفلة صغير رمزي، وقالت هو أنا بطلب شوف ولاد أي حدا فيكن أو ولاد أي مشاهير حتى؟ أكيد لا، لأنه مش من حقي. لما تحب فنان أنت بتحبه هو لفنه وأعماله اللي بتشوفها، ولما تحب تشوف صور رح تبقى صور لقله هو مش لولاده. أنا ابني مش فنان ولا مشهور كرمال تحبوا تشوفوا صور لقله على صفحتي أنا.